دكتور وحضرتك ممكن تقفل علينا انت الصوت وتقفل عندها هو، ممكن حضرتك تقفل الصوت علينا كلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عليكم السلام يا دكتور. ازيك يا شباب؟ الحمد لله تمام يا دكتور. الحمد لله تمام يا دكتور. طيب استاذنكم بس عشان ننظم اللقاء، مش هقفل عليكم المايك، انتوا اقفلوا بعد اذنكم، الناس كلها تقفل المايك لو سمحتم. الناس كلها تقفل المايك لو سمحتم. لا ما تقولش حاضر، اقفل وانت ساكت. طيب ان شاء الله يا شباب لو حد حابب يسال او يستوقفني في اي جزئيه هيرفع ايده. انتوا عارفين طبعا ترفع ايدك ازاي. وانا هسمي اقول فلان انت اتفضل اتكلم، فيفتح المايك ويتكلم ويقفله تاني. لكن لو سمحتوا مفيش حد كده من نفسه يفتح المايك بعد اذنكم، فقط عشان بس ننظم اللقاء. احنا دلوقتي انا معايا 46 طالب منكم، بقى 47. فلو الناس اتكلمت في نفس الوقت واحنا مش شايفين بعض اصلا، فهيبقى كده في مشكله في التواصل، هنعمل زيطه على الفاضي. فاستاذنكم بس ان زي ما احنا كده قافلين المايكات كلها بعد اذنكم، واللي عايز يسال في اي وقت او عايز يعيد جزئيه معينه يرفع ايده، ثم بعد كده انا اقول يا عبد الله، اقول يا عفاف، اقول يا عبد الرحمن، يبدا يتكلم يفتح المايك ويسال. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا يا شباب؟ تمام يا دكتور. وقعت فيها يا عبد الله، المفروض وقعت فيها انت كمان، المفروض ترفع ايدك الاول بعد كده تقول تمام لما اقول لك قول. ماشي يا عبد الله؟ هعتبرها ماشي يا عبد الله. طيب مين يا شباب؟ لو سمحتوا شباب فاتح الكاميرا اقفلها لو سمحتوا. وليد احمد لو سمحت اقفل الكاميرا. وليد لو سمحت اقفل الكاميرا. أبنائي الأعزاء، مش عايز أمشي حد من اللقاء، مش عايز أخرج حد كده خارج اللقاء لو سمحتوا. أنتوا ناس كبار ما شاء الله، واللي منكم كان سنة تانية السنة اللي فاتت أكيد أنا عديت عليك في أولى وفي تانية. فأنا طبعا سعيد جدا إن أنا معاكم إن شاء الله السنة دي، وبإذن الله يكون ترم موفق وربنا يطمنكم على النتيجه بتاعت الترم الاول باذن الله. احنا المنهج بتاعنا بعنوان التامين ورياضياته. كنا اخذنا يا شباب في السنه الاولى رياضيات الاعمال، وكان بتميل ان هي بتكون رياضه بحته، بس ازاي بنطبقها في مجال الاعمال في بعض التطبيقات. ثم اخذنا في سنه ثانيه رياضيات الاستثمار، وتعلمنا ازاي الرياضه بقى ممكن تطبق في مكان في مجال الاستثمار والتمويل والعلاقات الماليه. الترم ده باذن الله هنتكلم عن رياضيات التامين، اللي هو تطبيق علم الرياضه في علم التامين او في تخصص التامين او في مجال التامين. المنهج بما انه متعلق بالتامين ففي جزء نظري مهم. ان انتوا شايفين قدامكم الماده اسمها ايه؟ اي حد يجاوب اسمها ايه؟ المادة اسمها يا شباب؟ أي حد يجاوب؟ مقرر التأمين ورياضات ورياضياته. فالأول شكرا يا دعاء. التأمين، وده علم جديد علينا أو تخصص إحنا ما خدناهوش قبل كده في أي مرحلة دراسية، فمحتاجين نتكلم عليه مقدمة كده مهمة، جزء نظري يعني. وانا عارف طبعا الجزء النظري ساعات بيتعب طلاب المحاسبه زي ما هو بيتعب طلاب الاحصاء، بس ده شيء لابد منه، هو ان شاء الله يكون سهل جدا بسيط، ونحاول ناخده مع بعض على هيئه تقسيمات وتفريعات كده بحيث يبقى استيعابها سهل وما تضايقش حد يكون هو عايز الحاجات اللي انتم بتسموها عملي يعني.
طبعا المنهج بتاعنا يا شباب هو اجمالا 4 ابواب. الباب الاول هنبدا فيه نتكلم عن حاجه اسمها الخطر. طب ايه علاقه ده بالتامين؟ هو التامين يا شباب زي ما نشوف كمان شويه، التامين بيكون ضد خطر معين. فعشان كده بدانا الباب الاول في الكتاب بتاعنا عن موضوع الخطر، وهننتهي في الباب الاول بايه هو التامين. نود التأمين في نهاية الباب الأول نبدأ بالباب الثاني. يبقى الباب الأول هيتكلم عن الأخطار، ثم الباب الثاني يبدأ بقى يتكلم عن التأمين. ثم الباب الثالث هيكون فيه تطبيق على أحد أنواع التأمينات اللي هو تأمين السيارات. وده بالأخير، وده بقى ما شاء الله يمكن واخد نص المنهج لوحده، اللي هو تأمينات الحياة أحد أنواع التأمينات. هنبدأ النهاردة إن شاء الله. طبعا الاسبوع اللي فات انا ما اديتش محاضره وبعتذر عنها. طبعا بالمناسبه الماده اصلا اللي هي في الجامعه استاذتنا الدكتوره ساهر عبد القادر. انا ان شاء الله هشتغل معاكم الماده، فيبقى انا معاكم الاسبوع ده ان شاء الله، ثم الاسبوع الجاي اللي بعده اللي هو غالبا هيكون في رمضان، يمكن تاني يوم رمضان هيكون لقاءكم في الجامعه مع دكتوره ساهر، ثم الاسبوع اللي بعده انا اونلاين، وهكذا اسبوع واسبوع. لكن اول 3 اسابيع مفترض ان انا اكون موجود معاكم عشان هي كلها اونلاين. في الاسبوع اللي فات يا شباب ما خدناش حاجه، النهارده ميعادنا مع اول محاضره فعليه في ماده التامين. نبدا مع بعض على بركه الله وبسم الله. الباب الاول اللي هو الخطر، وهنبداه بتعريفات مهمه. اول حاجه يا شباب تعريف التامين. التأمين إيه هو؟ اللي هو مجال الشرح لينا في الترم ده. التأمين يا شباب طبعا ليه تعريفات كتير وليه مدارس كتير في تعريف إيه هو التأمين. هناخد بس مؤقتا التعريف البسيط السهل ده اللي منه هنكمل الباب الأول. التأمين هو وسيلة لتحويل الخطر من طرف إلى طرف آخر. بالمناسبة يا شباب لو حد مش حابب يكتب ما تكتبش اللي قدامك ده، ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة هحاول انزلها لكم، انزلها النهارده او بكرة ان شاء الله على المايكروسوفت تيمز. طبعا بدون شرح صوتي، يعني اللي انتم شايفينه قدامكم ده هينزل لكم زي ما هو، سواء بي دي اف او باوربوينت هينزل زي ما انتم شايفينه كده. يعني لو حد حابب ما يشغلش نفسه بالكتابة ويستمع فقط ما فيش مشكلة، الا لو حد شايف ان انا بقول حاجة شفوي كده مش مكتوبة قدامه وعايز ياخد بيها هو ملاحظه فياخد ملاحظه مفيش مشكله خالص. فالتامين يا شباب هو وسيله لتحويل الخطر من طرف الى طرف. وده التعريف ده معلش مؤقتا كده ابلعه مؤقتا وخليه زي ما هو لحد ما نوصل في نهايه الفصل الاول او الباب الاول للتامين ونطلع منه على الباب على طول ونتكلم باستفاضه عن التامين. فالتامين بما انه وسيله لتحويل الخطر فعشان كده بدأنا بداية منطقية في الباب الأول نتكلم عن الخطر إيه هو أصلاً؟ أنا في التأمين بحول هذا الخطر، بس السؤال اللي يسبق الكلام ده هو إيه بقى الخطر اللي أنا بحوله ده في التأمين؟ عشان كده بدأنا الباب الأول بالأخطار، وكمان التأمين عندنا يا شباب قبل ما نخش على الأخطار، التأمين في القانون المدني المصري بيعرف على إنه عقد بيلتزم، ومعلش حاول تركز معايا في المسميات اللي اقولها ديت والالفاظ والتشكيل بتاعها. عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان هو يؤدي الى، يعني يدفع، يؤدي الى المؤمن له او المستفيد تعويض. المؤمن هيدفع للمؤمن له او المستفيد تعويض في حاله وقوع الحادث أو الخطر المتفق عليه في العقد. يبقى المؤمن هيدفع للمؤمن له تعويض. طب ده في مقابل إيه؟ وذلك نظير قسط يؤديه المؤمن له للمؤمن. فأنا كده عندي في حاجتين، في مؤمن وفي مؤمن له. المؤمن بيدفع التعويض إذا وقع الحادث المؤمن ضده. بيدفع مين؟ للمؤمن له. طب في مقابل ايه؟ في مقابل ان المؤمن له بيدفع لهذا المؤمن قسط يسمى قسط التأمين. من هنا يا شباب وقبل بس ما اكمل المنهج معاكم ونكمل الباب، في الفاظ محتاجين نتفق عليها من اول لقاء عشان ان شاء الله طول الترم هتلاقيني بقول الالفاظ دي،
مش عايز حد بقى يفوتوا حاجه ويقول هو مين المؤمن، مين المؤمن له، مين المؤمن عليه، مين المستأمن. الكلام ده محتاج يبقى واضح من اول لقاء. عندنا شباب في الفاظ قدامكم، التأمين والمؤمن بالتشكير، المؤمن الميم الثانيه مكسوره، وفي المؤمن له او المستأمن، وفي حاجه اسمها المؤمن عليه، في المستفيد، وفي مبلغ التأمين، وفي قسط التأمين. لو سمحت لو انت مش عايز تسأل نزل ايدك، انا حاسس ايدك دي مرفوعه من البدايه خالص. لو انت ما عندكش سؤال نزل ايدك لو سمحت، عندك سؤال اتفضل اسأل. اشكرك يا حبيبي. قلنا التأمين يا شباب، نبدأ من البداية كده. قلنا التأمين هو وسيلة عشان أنقل أو أحول الخطر من طرف، من جهة إلى جهة أخرى. طيب إيه بقى المؤمن والمؤمن له؟ المؤمن يا شباب هو الجهة أو الشخص الذي يقدم الخدمة التأمينية. المؤمن هو الجهة التي تقدم الخدمة التأمينية، اللي هي في الغالب بتكون شركة التأمين. دي تسمى المؤمن. ماشي يا شباب؟ المؤمن هو الشخص أو الجهة اللي بتقدم خدمة التأمين. لو سمحت فتح المايك اقفله. طيب بيقدمه لمين؟ بيقدمه للمؤمن له أو المستأمن. ناخد بالنا يا شباب، المؤمن له أو المستأمن نفس الشخص. المؤمن له او المستأمن نفس الشخص، اللي هو الشخص اللي بيروح شركة التأمين يطلب الخدمة التأمينية، اللي هو بيتفق كده مع شركة التأمين انه هيأمن ضد خطر معين. الشخص ده بسميه ايه؟ اللي هو طالب الخدمة التأمينية بسميه المؤمن له او المستأمن. خلاص؟ فده كده المؤمن هو مقدم الخدمة التأمينية، المؤمن له او المستأمن هو طالب الخدمة التأمينية. خلاص؟ طيب عندنا المؤمن عليه، ده بيكون في تأمينات الحياة شخص مؤمن على حياته، قد يكون هو نفسه المؤمن له، يعني الشخص اللي هو راح شركة التأمين، وقد يكون شخص آخر. هنشوف كمان كم مثال يوضح لكم الكلام ده. المستفيد يا شباب هو الشخص اللي بيحصل على التعويض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده. المستفيد هو الشخص اللي بيحصل على التعويض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده. قد يكون هو نفسه المؤمن له أو المستأمن، وقد يكون شخص آخر. يعني إيه الكلام دوت؟ بص معايا يا شباب، حاولوا بقى تفهموا الألفاظ والأسماء اللي أقولها ديت. أحمد راح شركة تأمين معينة عشان يأمن على حياة زوجته هدى لصاحب ابنه محسن. أحمد راح تأمين، طلب عقد تأمين حياة على حياة زوجته اللي اسمها لصالح ابنه محسن. في الحالة دي يا شباب أحمد ده هنسميه مؤمن له أو مستأمن، اللي هو الشخص اللي طالب الخدمة التأمينية. شركة التأمين اللي هو راح عندها دي تسمى المؤمن. المؤمن عليه هو زوجته هدى. المستفيد اللي هو الشخص اللي سيحصل على التعويض في حالة إذا توفيت هذه الزوجة هو محسن الابن. فأنا كده عندي حد طالب التأمين أحمد، وفي حد مؤمن عليه هي هدى، وفي حد مستفيد اللي هو محسن. طبعا قد يكون المؤمن عليه هو نفسه المؤمن له. المؤمن عليه قد يكون هو نفسه المؤمن له. مثلا احمد ده راح شركة التأمين واتفق معاه انه لو هو توفي ابنه محسن يحصل على مبلغ 50,000 جنيه. في الحالة ديت المؤمن له هو أحمد، والمؤمن عليه هو برضو أحمد، والمستفيد هو محسن ابنه. طبعا وأحيانا بيكون في عندي مؤمن له هو نفسه المؤمن عليه هو نفسه المستفيد. طيب بعد كده يا شباب محتاجين نميز ما بين مبلغ التأمين وقسط التأمين، مين بيدفع لمين. ببساطة مبلغ التأمين ده اللي هو يسمى التعويض،
اللي بيدفعه المؤمن، اللي هي شركة التأمين، بيدفعه لمين؟ للمؤمن له. قسط التأمين ده اللي هو مقابل الخدمة التأمينية، مين بيدفعه؟ بيدفعه لطالب الخدمة التأمينية اللي هو المؤمن له، أو ساعات نسميه المستأمن. بيدفعه لمين؟ للجهة اللي تعطيه الخدمة التأمينية اللي هي شركة التأمين، أو بصفة عامة المؤمن. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا عندنا كده الألفاظ دي محتاجين نميز ما بينها بسرعة كده، عيد عليهم وآسف إني طولت في الكلام هنا، لكن محتاجين نبقى فاهمينه كويس. المؤمن هو مقدم الخدمة التأمينية اللي هو في الغالب شركة التأمين. المؤمن له أو المستأمن هو طالب الخدمة التأمينية. المؤمن عليه الشخص المتفق في العقد ان هو لو اصيب او توفي شخص التاني هياخد التعويض. المستفيد هو الشخص المحدد في العقد ان هو يحصل على التعويض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده. مبلغ التأمين بيدفعه المؤمن اللي هو شركة التأمين للمؤمن له، في مقابل ان المؤمن له ده هيدفع قسط التأمين لشركة التأمين. أرجو ما نكونش اتلخبطنا والكلام دخل في بعضه، وبعتذر تاني عن الكلام في الجزئية ديت، لكن كان مهم جدا. واستاذن يا شباب بس اكتبوا معايا مثال، اكتبوا معايا مثال من عندكم كده من عندي أنا عشان يوضح لكم الفكرة ديت. اكتبوا معايا مثال، جاهز كده وقلم لو سمحت، واكتب معايا. أمنة ألف، أمنة ألف، ألف ده اسم الشخص يعني. أمانة ألف لدى شركة التأمين ب على حياة زوجته جيم، جيم ده رمز أو اسم الزوجة، بحيث يحصل ابنه، يحصل ابنه دال على مبلغ سين وذلك مقابل قسط قيمته صاد. ألف أمن عند ب على حياة زوجته اللي هي جيم لصالح ابنه دال، بحيث ابنه ده هيحصل على مبلغ سين إذا الأم أو الزوجة بقى توفيت، في مقابل إن ألف ده هيدفع صاد. عندي هنا يا شباب ألف ب ج د س ص. عايز حد كده منكم يرفع إيده بعد كده أقول له يجاوب، يقول لي مين ألف بالأسماء بقى اللي قدامنا ديت، يعني مين فيهم مؤمن، مين فيهم مؤمن له، مين فيهم مستفيد، مين فيهم مبلغ التأمين، مين فيهم قسط التأمين. ها يا شباب اللي جاهز يرفع ايده وانا اقول له اتفضل جاوب. تالتة محاسبة. طب وفي حد معايا ولا انا بكلم نفسي؟ في حد معايا يا شباب؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. معاك يا دكتور. دينا اللي جاب الثانية يا دينا. طيب عشان محمد خلاص يا دينا اقفل المايك عندك خلاص. ماشي محمد ممدوح اتفضل. اتفضل يا حبيبي. رقم ألف يا دكتور ده يكون الشخص المؤمن له تمام؟ مش رقم ألف. ألف والألف والمؤمن له. تمام. ألف المؤمن له، جيم المؤمن عليه، دال هيكون المستفيد، صاد هيكون مبلغ التأمين، سين مبلغ التأمين، صاد قسط التأمين. نسيت تقول لي ب ايه هو يا دكتور؟ ب ب ايه هو ب او مين هو ب؟ محمد سمعت بس محمد بقول لك ب ايه هو بقى او مين هو؟ انا مش عارف، مش عارف مشكلة عندي محمد ولا عندي انا. يا شباب اللي مشغل الكاميرا يقفلها، وليد واحمد لو سمحت اقفل الكاميرا. طب ممكن تأكد التمرين التاني بعد إذنك يا دكتور؟ ألف أمن عند ب ماشي يبقى ب مين هو؟
أمن على ب، يبقى ب ب دوت يكون مؤمن. أمن عن عندي ب، أمن عندي ب، عندي ب ده اللي هو المؤمن نفسه اللي هي شركة التأمين. لا المؤمن، المؤمن المؤمن مظبوط يا شباب، المؤمن بكسر الميم الثانيه. اذا يا شباب الف هنا هو المؤمن له او المستأمن، ب هو المؤمن شركه التامين، ج مؤمن عليه، د ده المستفيد، س ده مبلغ التامين، ص قسط التامين. والمثال ده بعد اذنكم اكتبوه كويس، واحتمال كبير يجي زيه بالظبط كده في الامتحان. خلاص نكمل المنهج بتاعنا يا شباب. عرفنا التأمين ايه هو، وعرفنا بعض الالفاظ المتعلقة به، لكن الباب الاول اصلا متعلق بالاخطار. فايه هو الخطر يا شباب؟ الخطر هو احتمال حدوث خسارة نتيجة لوقوع حادث معين. الخطر يا شباب تعرف، استاذ بس نهلة ودينا ومحمود ومحمد ينزلوا قدامكم لو سمحتوا، نهلة ودينا ومحمد ينزلوا قدامكم بعد اذنكم. الخطر يا شباب هو احتمال حدوث خسارة نتيجة لوقوع حادث معين. لما بقول احتمال معناه شيء مش مؤكد، فالخطر ما ينفعش يكون حتما سيحدث، لا لازم يكون شيء محتمل. خلاص محتمل ان هو يحدث او لا، فهو احتمال حدوث خسارة نتيجة لوقوع حادث معين، يعني حدث معين او حدث معين يقع فيؤدي الى وجود خسائر. احتمال هذا الحادث انه يقع وتحدث الخسارة هو ده بسميه الخطر. فالخطر في ابسط تعريفاته، طبعا الخطر برضه فيه تعريفات كتير هتلاقوها في الكتاب عندكم، نحاول نلتزم مع بعض بالتعريف اللي قدامنا ده اللي هو احتمال حدوث خسارة نتيجة لوقوع حادث معين. طيب هل الاخطار يا شباب كلها اخطار كلها نوع واحد؟ لا، ده الحاجة الثالثة اللي محتاجين نتعلمها، ايه هي الاخطار، اسف انواع الاخطار، ايه هي انواع الاخطار. الاخطار يا شباب بتقسم الى عدة انواع على حسب الحيثيات، احنا بنقسمها من حيث ايه. فاول تقسيم عندنا للاخطار هو تقسيم الاخطار من حيث نتائجها. لو سمعتوا محمد ودينا ونهلة ينزلوا ايديهم. انواع الاخطار يا شباب من حيث نتائجها، في عندي اخطار معنوية وفي اخطار اقتصادية. ركزوا معايا يا شباب، وانا كده بسطت لكم المنهج بتقسيمات كده سهلة وبسيطة عشان نعدي الجزء النظري دوت على خير باذن الله. طبعا هو مطول معانا الجزء النظري، واخد الباب الاول كله ثم تقريبا نص الباب الثاني، والنص الثاني من الباب الثاني هيبقى اللي احنا بنسميه عملي، ثم الثالث كله عملي ان شاء الله، ثم الرابع وده هنطول فيه كتير باذن الله عملي باذن الله. نرجع تاني يا شباب، انواع الاخطار من حيث نتائجها، اخطار معنويه واخطار اقتصاديه. الفرق بينهم، الاخطار المعنويه هي اخطار ينتج عنها فقط خسائر ماديه معنويه، ينتج عنها خسائر معنويه لكن ما بتؤديش لخسائر ماديه ماليه يعني، لا اللي بينتج عنها خسائر معنويه. زي ايه؟ زي وفاه صديق عزيز، حد توفي صديقه، ربنا يحسن ختامنا جميعا. هل الوفاه دي يا شباب ستؤثر ماديا على الشخص، مش الشخص اللي مات، الشخص اللي هو صديقه بقى؟ لا طبعا، فوفاه صديق عزيز مش هتؤدي الى خسائر ماديه، ولكن تؤدي طبعا الى خسائر معنويه، الشخص بيحزن وبيزعل على صديقه العزيز اللي توفي. فدي بسميها اخطار معنويه، وطبعا يا شباب هذا النوع من الاخطار لا علاقه لعلم التامين به، يعني التامين ملوش دعوه بهذا النوع من الاخطار اللي هي المعنوية، ده بيختص بها العلم الاجتماع، علم النفس، لكن مش علم التأمين. خلاص. النوع الثاني، في عندي أخطار اقتصادية ساعات تسمى أخطار مالية، هي أخطار بينتج عنها خسائر مادية، أخطار يمكن أن ينتج عنها خسائر مادية مالية. زي يا شباب زي السرقة، زي الحريق، ودول اشهر مثالين في الاخطار الاقتصاديه، السرقه او الحريق. ساعات كده اول ما تزنق في اي حاجه قول لي مثال على اخطار معينه، قول لي سرقه او حريق، في الغالب في الغالب هتبقى صح. فالاخطار الاقتصاديه زي ما قلنا اخطار بينتج عنها خسائر ماديه او ماليه، والنوع ده يا شباب
بينقسم إلى نوعين فرعيين، أخطار اقتصادية في منها نوعين فرعيين، في أخطار اسمها مدربة وفي عندي أخطار بحتة. أخطار مدربة أو أخطار بحتة، إيه الفرق بينهم؟ نشوف مع بعض. أخطار المدربة هي أخطار بينتج عنها خسائر بس أحيانا يمكن أن ينتج عنها مكاسب. أخطار المدربة هي أخطار بينتج عنها خسائر مادية طبعا أو مالية، لكن أحيانا يمكن أن ينتج عنها كمان مكاسب. زي إيه؟ زي مثلا المشروعات التجارية، شخص فتح مشروع معين فالمشروع ده ممكن يخسر وكمان ممكن يكسب، فهو النتائج بتاعته أو الأخطار الخطر ده، خطر المدربة ده اللي هو افتتاح مشروع تجاري ممكن يبقى ينتج عنه خسائر أو مكاسب. بالمثل شراء الأسهم، حد اشترى أسهم شركة معينة فجايز الأسهم دي أسعارها تزيد فيحقق مكاسب أو تنخفض فيحقق خسائر. حد جاب سلعة معينة وخزنها يعني على أمل إن سعرها يزيد، يعني كان نوع من التجارة يعني بشكل معين بدون احتكار طبعا. طيب فجأة الأسعار انخفضت فهو هنا هيحقق خسائر، ولو الأسعار زادت هيحقق مكاسب. الشاهد يا شباب إن النوع ده بينتج عنه خسائر وأحيانا يمكن أن ينتج عنه مكاسب. طبعا النوع ده من الأخطار الاقتصادية اللي هي أخطار المدربة برضه مش هو مجال علم التأمين. هنا العلم اللي بيهتم بيه هو علم الاقتصاد، علم المحاسبة، هو اللي بيهتم بالنوع ده من الأخطار اللي هي أخطار المدربة. بعد كده عندي أخطار بحتة، هي أخطار لا ينتج عنها إلا خسائر. طبعا هي أخطار مادية أو مالية أو اقتصادية، هي أخطار لا ينتج عنها إلا خسائر مادية. زي إيه يا شباب؟ زي السرقة أو الحريق. والنوع ده من الأخطار هو اللي بيهتم بيه علم التأمين، يعني علم التأمين بيؤمن ضد خطر بحت، يعني خطر لا ينتج عنه إذا تحقق لا ينتج عنه إلا خسائر، وخسائر مادية مش معنوية. ماشي يا شباب؟ يبقى كده عرفنا إن الأخطار في منها تنقسم من حيث نتائجها إلى نوعين، في أخطار معنوية وفي أخطار اقتصادية. الأخطار الاقتصادية في منها نوعين، أخطار مضاربة وفي أخطار بحتة. النوع الوحيد اللي هو مجال علم التأمين هو الأخطار اللي هو طبعا أحد أنواع الأخطار الاقتصادية. طيب في تقسيمة تانية يا شباب للأخطار من حيث الشيء المعرض للخطر، الشيء اللي الخطر هيصيبه، وده بتنقسم لثلاث أنواع. في عندي أخطار أشخاص، وفي عندي أخطار ممتلكات، وفي عندي أخطار المسؤولية القانونية أو المدنية. أنواع الأخطار في تقسيمة تانية ليها، في عندي أخطار أشخاص أو أخطار ممتلكات أو أخطار المسؤولية القانونية أو المدنية. تعالوا نشوف مع بعض إيه الفرق بينهم. أخطار أشخاص معناها هي أخطار تصيب الشخص في نفسه، في ذاته أو في بدنه يعني، أو في دخله أو في كليهما. ناخد بالنا، أخطار أشخاص هي أخطار تصيب الشخص في نفسه أو في دخله المادي أو في كليهما. زي إيه؟ زي الوفاة، دي تصيب الشخص في نفسه. العجز، ربنا يعافينا جميعا، والمرض، ده قد يؤدي إلى خسائر مادية في دخل الشخص أو نقص في دخل الشخص. البطالة، شخص كان شغال وتعطل فده سيؤدي في الغالب إلى نقص دخله. فكل دي يا شباب أمثلة على أخطار أشخاص اللي هي أخطار تصيب الشخص في نفسه أو في دخله. في النوع الثاني اسمه أخطار ممتلكات، دي بقى مش بتصيب الأشخاص، لا بتصيب ممتلكات الأشخاص. أخطار إذا تحققت هتصيب ممتلكات الأشخاص وتؤدي إما إلى خسارة كلية أو خسارة جزئية، يعني تؤدي إلى هلاك الممتلك ده، الممتلكات دي تهلك بالكامل أو تهلك جزئيا. زي إيه يا شباب؟ سرقة مصنع أو احتراق مخزن. مثلا لو المخزن اتحرق فممكن يتحرق كله، ربنا يعافينا، فدي خسارة كلية، أو يتحرق جزء منه فدي خسارة جزئية.
طيب في كمان انهيار منزل او غرق سفينه، كل دي امثله على اخطار الممتلكات اللي هي تصيب ممتلكات الاشخاص وتؤدي الى خساره كليه في هذه الممتلكات او جزئيه. النوع الثالث في عندي اخطار المسؤوليه القانونيه. معناها ايه يا شباب؟ هي اخطار اذا تحققت هتؤدي ان يكون الشخص مسؤول انه يعوض غيره. يعوضه عن ايه؟ يعوض غيره عن الخسائر اللي لحقت به بالغير يعني، او بممتلكات الغير، او بكليهما. شخص هيكون مسؤول انه يعوض شخص تاني عشان الشخص التاني ده لحقته خسائر في نفسه او في ممتلكاته او في الاتنين. زي يا شباب من اشهر الامثله حوادث السيارات. لو شخص سايق عربيه، قائد سياره سايق عربيه، فخبط عربيه شخص تاني والعربيه حصل فيها تهشمات، حصل فيها خسائر، والشخص اللي هو التاني دوت اصيب. الشخص بقى قائد السياره اللي هو خبط العربيه اللي قدامه مثلا، ده مسؤول ان هو يعوض غيره اللي هو الشخص اللي قدام راكب العربيه اللي قدامه عما اصابه من خسائر، سواء في بدنه او في ممتلكاته دي السياره بتاعته او في كده يهم. ماشي يا شباب؟ دي اخطار مسؤوليه قانونيه. مثلا شخص بيبني بيت معين في الدور الخامس، وفي بعض مواد البناء طوب مثلا ولا حاجه، وقع على شخص ماشي في الشارع. الشخص صاحب البيت ده اللي بيتبني والمقاول والعمال مسؤولين عن تعويض الشخص اللي اصيب في نفسه، او في مثلا جيت طوب ده على سياره حد ماشي في الشارع او على ممتلكاته بصفه عامه فحدث فيها خسائر، فصاحب البيت والمقاول مسؤولين ان هم يعوضوا الشخص اللي اصيب في هذا الحادث. ماشي يا شباب؟ كده عرفنا ايه هو الخطر وشفنا ايه انواعه من حيث نتائجها او من حيث الشيء اللي ممكن يصيبه الخطر. بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها مسببات الخطر. زي ما اتفقنا يا شباب الباب الاول كله بيتكلم عن الاخطار، بحيث هننتهي في الباب الاول ان شاء الله في اللقاء القادم عند التامين وناخده نبدا به الباب الثاني. مسببات الخطر يا شباب ده الحاجه الرابعه اللي محتاجين نتعرف عليها. اي خطر بيكون فيه مسببات، يعني حاجه بتؤدي اليه. وهذه المسببات بتنقسم الى نوعين اساسيين. في حاجه اسمها مسببات اساسيه للخطر، وفي عندي حاجه اسمها عوامل مساعده للخطر. مسببات الخطر يا شباب دي مسمى بينقسم الى حاجتين، في عندي مسببات اساسيه وفي عندي عوامل مساعده. خلاص كأن القائد كده، المسببات الأساسية ده القائد، عامل مساعدة ده المعاونين. إيه الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف مع بعض. المسببات الأساسية للخطر هي المصادر الرئيسية أو السبب المباشر والأساسي اللي بيؤدي إلى حدوث خسارة مادية. المسببات الأساسية للخطر هي المصادر الرئيسية أو السبب المباشر والأساسي لوقوع خسارة مادية معينة. المسببات دي في منها نوعين، في مسببات طبيعية وفي عندي مسببات بشرية أو شخصية. النوع الأول مسببات الطبيعية، مقصود بها إن هي مسببات للخطر، مسببات أساسية للخطر، بس ما بيكونش الانسان تحكم فيها، لا يكون الانسان تحكم فيها ولا بيسيطر عليها. زي ايه يا شباب؟ زي الزلازل، ربنا يعافينا من كل سوء، البراكين، الفيضانات، العواصف، كل دي مسببات لوقوع حوادث ووقوع خسائر ووقوع اخطار، فهي مسببات اساسيه للخطر ما بيكونش الانسان تحكم فيها فبسميها مسببات طبيعيه. النوع الثاني اللي هو مسببات بشرية أو شخصية، دي بقى متعلقة بالأشخاص. هي مسببات أساسية للخطر تكون من صنع الإنسان، وبالتالي
يمكن ان هو يتحكم فيها او يسيطر عليها. زي ايه بقى يا شباب؟ زي السرقه، زي الحريق، زي التلوث الاشعاعي، زي الحروب. كل دي مسببات للخطر الانسان هو اللي صنعها وبيتحكم فيها احيانا طبعا، او في الغالب بيتحكم فيها وبيكون له سيطره عليها. فدي بسميها مسببات بشريه او شخصيه. يبقى كده عرفنا يعني ايه مسببات اساسيه، اللي هي بتكون المصدر الاساسي للخطر والعامل او السبب المباشر والرئيسي للخطر. في بعد كده حاجه اسمها العوامل المساعده، العوامل المساعده للخطر. ده زي ما سميتها من شويه المعاونين. في عندي كده قائد وفي معاونين، مش شرط يكون المعاونين موجودين في كل الاحوال، لكن اذا وجدوا بسميهم معاونين، او هنا بسميها عوامل مساعده للخطر، اللي هي عباره عن عوامل بتساعد على حاجه من اتنين: على زياده احتمال وقوع الخطر ده قبل ما يقع، هي تزود احتمال وقوعه، او لو وقع الخطر هتزود حجم الخسائر المتوقعه. واحيانا بتسبب او تساعد على الحاجتين، تساعد على زياده احتمال وقوع الخطر قبل وقوعه، وكمان بتزود حجم الخسائر بعد وقوع الخطر. ده يا شباب بسميه العوامل المساعده، مش هي السبب المباشر للخطر او للحادث او للخساره، لا، دي عوامل مساعده تساعد على زياده احتمال وقوع الخطر او زياده حجم الخسائر المتوقعه او كليهما. طبعا العوامل المساعده للخطر في منها نوعين، في منها عوامل مساعده طبيعيه او موضوعيه، وفي عوامل مساعده شخصيه. الفرق بينهم كما يلي: عوامل المساعده يا شباب طبيعيه او موضوعيه. طبعا كلمه طبيعيه مالهاش دعوه بالطبيعه هنا، هي مقصود بيها عوامل مساعده كامنه، يعني موجوده في داخل الشيء المعرض للخطر، الشيء اللي ممكن يقع عليه الخطر، هي عوامل مساعده كامنه في الشيء المعرض للخطر. مثال يا شباب: استخدام الخشب في البناء. مثلا لو تخيلنا كده ان في بيت معين في منطقه معينه تم بناؤه من الخشب، هل البناء استخدام الخشب في البناء في حد ذاته ده يؤدي الى خسائر؟ لا. ايه اللي يؤدي الى خسائر؟ اذا حصل حريق في البيت ده، طب الخشب بيعمل ايه؟ ده هيزود احتمال وقوع الحريق. إذا يا شباب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. استخدام الخشب في البناء ممكن ده يزود احتمال الحريق، فإذا حدث الحريق تحدث الخسائر. فالخسارة تكون سببها إيه؟ سببها الحريق. طب الخشب عمل إيه؟ الخشب ده بس مقدمة كده زود احتمال وقوع الحريق ده أو حدوث الحريق. فاستخدام الخشب في البناء، أشهد أن لا إله إلا الله، استخدام الخشب في البناء ده زود من احتمال الحريق، فإذا ده يسمى عوامل مساعدة. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدام الخشب في البناء ده زود احتمال الحريق، فإذا هو عامل مساعد، وعامل مساعد طبيعي. يعني إيه؟ يعني موجود في الشيء اللي ممكن يحدث له الخطر، اللي هو المنزل مثلا أو البيت. كده العوامل المساعدة الشخصية أو البشرية، هي عوامل مساعدة يا شباب، لا حول ولا قوة إلا بالله. عوامل مساعدة تتعلق بالأشخاص، بأفعالهم أو بتصرفاتهم. عوامل المساعدة الشخصية هي عوامل مساعدة للخطر تتعلق بتصرفات أو بأفعال الأشخاص، اللي منها قد يكون متعمد أو إراديا، يعني زي التزوير أو السرقة أو إشعال الحرائق. كل دي عوامل مساعدة. إشعال الحريق في حد ذاته سيؤدي إلى وقوع الحريق، فيؤدي بعد كده إلى الخطر. فالإشعال هو عامل مساعد لوقوع المسبب الخطر هو الحريق، اللي يؤدي إلى خسائر بعد كده. طيب أحيانا بيكون العوامل الشخصية ديت غير متعمدة أو لا إرادية. لا إرادية أو غير متعمدة معناه لا يقصد صاحبها إن هو يؤدي إلى خسائر أو إلى حوادث، ولكن بتكون ناتجة عن الإهمال. زي إيه يا شباب؟ شخص بيدخن داخل مستودع للوقود،
مكان كده فيه وقود، فيه بنزين، زي مثلا البنزينة، لما حد بيدخل بنزينة بيلاقي فيه كده بعض الإرشادات أو اللافتات بتقول ممنوع التدخين. التدخين في حد ذاته في البنزينة مش هو سبب للخطر، لا، هو ممكن يعمل إيه؟ ده هيزود احتمال وقوع الحريق. فإذا حدث الحريق يبقى لازم في خطر وقع فيؤدي إلى خسائر بعد كده. فالتدخين ده يؤدي إلى ده عامل مساعد في وقوع الحرائق إذا تم التدخين في داخل مكان ممكن قابل للاشتعال. كمان مثلا شخص نظره ضعيف بس هو مصمم إن هو يقود السيارة، ناخد بالنا كونه إن هو ضعيف النظر وبيسوق سيارة في حد ذاته مش شرط يحدث حوادث، ممكن الدنيا تعدي بفضل الله سلام كده ولا تحدث أي حوادث. لكن من ناحية تانية كون إن هو قائد السيارة وضعيف النظر ده بيزود احتمال إن يحدث الخسائر، احتمال إن يحدث أي حد ماشي في الشارع سواء نظره ضعيف أو قوي في احتمال إن هو يعمل حادثة. أما لو كان نظره ضعيف فده بيزود احتمال وقوع الحوادث. ماشي يا شباب؟ يبقى إذن قيادة ضعاف النظر للسيارة ده عامل مساعد لوقوع خطر الحوادث، وطبعا ده عامل مساعد شخصي وهو بيكون غير متعمد، لا إرادي أو غير متعمد، معناه لا يقصد منه إلحاق الخسائر بالنفس أو بالغير. خلاص؟ يبقى إذن دي العوامل المساعدة الشخصية. طيب كده شفنا يا شباب الخطر ايه هو، انواع الاخطار، مسببات الاخطار الاساسيه او العوامل المساعده ليها. يتبقى ان احنا نتكلم عن ازاي بقى نواجه الاخطار اللي هي طرق مواجهه الاخطار، وده ان شاء الله ميعادنا معاه الاسبوع الجاي في ميعادنا المعتاد الساعه 2 مساء يوم الاربعاء باذن الله. كده احنا انتهينا من لقائنا الاول اللي اتكلمنا فيه عن مدخل للتأمين من خلال كلامنا عن الأخطار، شفنا أنواعها وشفنا تقسيمتها وشفنا مسبباتها والعوامل المساعدة ليها. ثم تبقى لنا في الباب الأول إزاي بنواجه الأخطار، وده إن شاء الله زي ما اتفقنا الأسبوع القادم نتكلم عنه. طيب أنا كده خلصت اللي عندي يا شباب، لو حد عنده أي سؤال يتفضل يرفع إيده وأنا أقول له أسمي اسمه فهو يبدأ يجاوب. يبدأ يسأل مش يجاوب، يسأل. طيب لو ما حدش عنده سؤال يا شباب انا حابب بس اسمع رايكم سريعا عشان بس هنصلي بعد العصر يا جماعه، انا اسمع رايكم هل الصوت كان واضح ولا لا؟ الشرح واضح ولا لا؟ في مشكله في ان الكلام كله نظر لحد دلوقتي، كون ان انتم محاسبه متضايقين من الكلام ولا الدنيا ماشيه بسلام؟ مين عايز يعلق يا شباب؟ نهلا اتفضلي. دكتور لو سمحت، هو احنا مكتفيين بس بالباوربوينت اللي حضرتك هتنزله ولا معالي الكتاب كمان؟ لما تيجي بس الكتاب موجود في الجامعه، لما تبقى نزل الجامعه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ما شوفي الكتاب. انا قصدي يعني على الجزئيه دي احنا بنذاكرها من باوربوينت بس. بصي يا فندم، الشرح للكتاب انا بشرحه، انت عايزه تجيبي الكتاب انت حره، مش عايزه براحتك. قد يكون الكتاب في شرح اكتر، انا شرحي اكتر الله اعلم، لكن انا دايما اقول يا شباب ان اي ماده هم ثلاث حاجات، المحاضره مع الدكتور، الكتاب، ثم السكشن. ماشي يا شباب؟ انت بقى تاخد ايه من الثلاثه دول وتفوت ايه؟ ممكن حد يكتفي بالكتاب والسكشن، حد يكتفي بالسكشن فقط، حد يكتفي بالمحاضره فقط، حد يجيب الثلاثه او يعني يحاول يستعين بالثلاثه. حاجة بقى ترجع لك انت في سنة ثالثة بس خدت خبرة في الجامعة، افعل ما شئت. ماشي يا شباب؟ طيب بخلاف نهلة، أنا حابب بس كده حد يعلق على الشرح، الصوت واضح ولا لأ؟ أو كان واضح يعني ولا لأ؟ وفي الشرح معقول ولا في صعوبة؟ والجزء النظري دوت مضايقكم ولا الدنيا ماشية معاكم بسلام؟ أنا حاسس إن مفيش حد معايا. أنا قدامي 47 طالب. في حد منهم صاحي ولا الناس كلها نايمة؟ لما حضرتك وحضرتكم رافعين إيديهم مستنيين. أنا مش شايف دلوقتي بس ظهر قدامي رافع إيديه. منة الله عليه، اتفضلي. في 9 رافعين إيديهم يا دكتور. أنا قدامي 3 والله. معلش مشكلة النت بقى والتواصل يا شباب. طيب منة الله عليه، اتفضلي. أيوة يا دكتور. انا لا شرح حضرتك لا ما شاء الله جميل جدا، احنا مع حضرتك من سنه اولى،
طبعا طبعا ولادي مع الاعزاء كده، حضرتك مش انا اقولها وانتم معايا، انا عارف طبعا، وسعيد جدا انا شغال معاكم في الترم الثاني طبعا. هو حضرتك يا دكتور، أنا شفت في الجدول اسم حضرتك في مجموعة ألف. هو حضرتك هتنزل الجامعة هتدي مجموعة ألف ولا انا هو قلت من هتبقى البدايه، أونلاين بس؟ واضح انت واضح انت جاي متاخره. انا قلت من البدايه ان مجموعه بير عند الدكتوره ساهر في المحاضرات اللي في الجامعه، والاونلاين انا اللي هشتغله كله معاكم. مجموعه الف انا اللي عندها في الجامعه او في الاونلاين، انا اساس الف دكتوره ساهر ب، بس دكتوره ساهر مش هتخش اونلاين لب، فانا مكانها في الاونلاين فقط. لكن الف دي مجموعتي اساسا، فانا بديها سواء في الجامعه او اونلاين. تمام. طيب لؤي اتفضل. ماشي. طب يا دكتور هو معلش آخر دكتور حاجة، بقى قولي، ثانية قولي يا منى، عفوا يا لؤي قولي يا منى. هو حضرتك ينفع طيب لو حبينا نيجي نحضر في ألف مفيش مشكلة؟ وانت فاكره هوقف واحد على الباب عشان الطلبه داخلين لا اظن في لا الف لا ولا أنا ب؟ قصدي عشان لا 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 أنا قصدي عشان الامتحانات وتسليم الشتات والكلام ده. طب ما انت عندك المجموعه بتاعتك دكتوره ساهر، ونفس الكلام اللي انا اعمله عندي هي تعمله عندها. يعني زي ما تقول كده تعوض منا يعني حتى على منا شرح منا حضرتك. منا عملية عزاء يا بابا، عملية عزاء. انت عندك تعرف ان هي امتحان موحد لمجموعة الف وب، الامتحان موحد ما تقلقوش، لا انا فتحضر عندي. بتكلم في اللي في اعمال السنه بس ده اللي ما هي بتكلم فيه. مش اعمال السنة زي ما انا هحطها دكتور سيد هتحطها، لانها في النهاية هتكون مشتركين في المادة لطلاب محاسبة انتظام، فباتفاق بينا نفس اللي هيتم عندي هيتم في المجموعة التانية. بس استاذ مشكلة. اتفضلي. ماشي يا فندم. استاذ فؤاد نعم يا دكتور، المحاضرة كانت واضحة جدا والصوت واضح وجميل، ما شاء الله حضرتك بسطت لنا الجزء النظري وربنا يبارك لك. الله يكرمك يا ست الكل، تسلمي. معلش مش قدامي حد تاني رافع ايده يا شباب، لو حد رافع ايده ممكن يتكلم عشان انا مش شايف حد الا منا اللي رافع ايديها. في حد هو غير منا بعد عشان اذنك يا دكتور اللي محمد خلص اتفضل. ينزل ايده يعني. لا خلاص الوقت اللي انا شايفه فقط منا رافع ايديها، معلش انتوا شايفين حاجه تانيه ولا لا. نزل ايديكي يا منا يا لو سمحتي، دكتور لو خلاص سمحت نزل ايديكي. في انا في زدت ايديا ايه والله ايمن يا دكتور. اتفضلي. معلش عندي بيوصل متاخر، معلش بقى انا اسف. أي أيمن اتفضلي. لا عادي ولا يهم حضرتك يا دكتور. كنت عايز افهم ازاي الناس اللي بتسوق ونظرها ضعيف الخطر اللي بيعملوه خطر غير متعمد. هو مش عايز يدوس حد، بس هو عايز يسوق العربية، هو مش متعمد إن هو يصيب حد. دي حاجة بقى جواه يعني في نيته، هو أنا أسوق عربية عشان أموت حد، ولا أنا لا أنا يا جماعة أنا نظر زي، يقول لك إيه، أنا نظر زي الفل، أنا بشوف كويس، أنتوا بتكذبوا عليا، ده أنا بشوف أحسن منك. هي الفكرة كلها في جواه، هو مش قصده ان هو يصيب حد، هو مش قاصد ينزل يسوق العربية عشان يخبط حد، لكن هو عايز يسوق العربية، خد بالك، هو عايز يسوق العربية، مش تمام يا دكتور. هدفه، مش ارادته ان هو ينزل يدوس حد. هو ناقص يقول لنا ايه يعني، فضوا يا جماعة فضوا الطرق والشوارع وانا همشي لوحدي، بس انا همشي اللي خايف بيتني يبعد من قدامي، هيكون بيقول كده، لكن مش هو نازل يا جماعه انا نازل ادوسكم، مش هدفه كده. لو كان هدفه كده يبقى مش فارقه هو ضعيف النظر ولا قوي النظر، لا يبقى كده ده هيكون عوامل مساعده اراديه او متعمده في النوع الاول. طيب مين تاني يا شباب؟ انا مش شايف حد رفع ايده الا ايه اللي كانت بتتكلم من شويه، ممكن تنزل ايديها وبعد كده لو حد رفع ايده تاني يتكلم، او خلاص كلنا كده هنقفل وهنمشي. يا دكتور دينا ما تتكلمش، انت سألت الصبح ما تتكلميش تاني يا دينا. قولي يا دينا، قولي يا بابا، قولي. حضرتك يا دكتور، أنا الصبح من شرح حضرتك عملت تعريفات لمبلغ التأمين والمؤمن والمأمن له والسبعة يعني، بس كنت عايزة أسأل الستة حضرتك إن أنا الستة مش السبعة. المهم سوري المهم يا دكتور كلمة سكت. إيه؟ كنت عايزة أقول براحتك لحضرتك كملي. إن أنا كده كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا كده كاتباهم صح ولا أنا كده مزودة حاجة من عندي أو من شرح حضرتك، إن أنا يعني خدته من ورا حضرتك يعني الكلام يعني ملاحظات وكتبته، بس أنا مش متأكدة في حاجات بقى سقطت مني ولا أنا كاتبة صح ولا إيه. خدتني من ورايا وانا ما خدتش بالي يعني، ضحكت عليا.
لا ماشي يا دينا، دكتور مش قصدي يعني، ماشي كنت ورا حضرتك. نقي الفاظك يا بابا. بص يا بابا، لو انت حضرت معايا النهارده المثال اللي انا قلته بتاع الف وب وجيم وداد وسين وصاد، يجاوبك على اللي انت عايزه تقوليه. لو انت كتبت معايا المثال الف ب ج د س ص لا وحد انا ما اعتقد كتبتش محمد ال او احمد، لا معلش اكتبوه، ارجعوا اكتبوه او خدوه من بعضكم، ان ده مهم لعل وعسى يمكن يجي في الامتحان هو زي ما هو المثال كده. موجود في التعليقات على فكرة يعني. المثال اللي موجود في التعليقات، مين اللي كاتبه؟ حد كان بيكتب معايا ولا ايه؟ أيوة يا دكتور، زميلة لينا كاتباه معانا، موجود في التعليقات. موجود في التعليقات. انا عموما انا مش شايفه، لكن لو انتوا شفتوه خلاص براحتكم بقى. طيب حد عنده سؤال يا شباب؟ بعد إذنك يا دكتور، يعني النتيجة بما إنك في الكنترول وكده، النتيجة قربت ولا لسه بدري عليها؟ يا ابني احنا بنتكلم في التأمين دلوقتي يا محمد، مش وقته يا بابا، لسه ساعة تالتة عندهم، لسه وقت شوية، تالتة قدامهم وقت شوية. دكتور اتفضلي يا دكتور ابني. معلش، هو لو في زيادة في الكتاب لو مش في ايه؟ هعتمد عليها، هذاكر بس لو في ايه؟ حضرتك منزله لو في ايه يا زيادة في فندم؟ الكتاب، بص يا فندم، زيادة بس انا مستني بس يكون معاكم الكتاب واقول لكم احنا خدنا من الصفحه كام للصفحه كام، وفي جزء معين مثلا ده مش هناخده، كام صفحه دول، ثم نبدا بعدها الصفحه من كذا لكذا، بس بيكون معاكم الكتاب نتكلم بالصفحات. فدلوقتي زي ما كنا ما بنعمل فيش في كتاب سنة أولى معاكم مثلا. اكيد لحد ما يكون معاكم الكتاب، وبعد كده اقول لكم يلا يا شباب احنا نمشي مع بعض لقاء ان شاء الله. النهارده خدنا من صفحه كذا لصفحه كذا، في الجزء ده ملغي، الجزء ده مش علينا، الجزء ده قراءة فقط، الجزء ده انتوا وانا مش هشرحه بس جاي في الامتحان، نتفق مع بعض ان شاء الله. شكرا يا دكتور. طيب الشكر لله يا فندم. انا دكتور استاذنكم يا شباب. سؤال، دكتور اتفضلي يا سؤال، فندم. استاذ اتفضلي، انت بتعدي سمعتك والله، قولي. أنا مؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد، إزاي يكون نفس الشخص؟ المؤمن له المؤمن عليه المستفيد يكون نفس الشخص. بص يا ست الكل، أوه. شخص راح شركة التأمين أمن على حياته هو، خلاص فهو كده المؤمن، آسف المؤمن له والمؤمن عليه. مش شرط يكون تأمين الحياة إن هو الشخص يتوفى، يقول لا لا هو بس عنده 60 سنة، فبيتفق مع الشركة إنه لو فضل عايش لحد سن ال70 يحصل على مبلغ 50,000 جنيه. مين اللي يحصل؟ هو نفسه الشخص. يبقى هو الشخص اللي راح شركة التأمين فهو المؤمن له، أمن على حياته هو، يبقى هو المؤمن عليه. المستفيد هو نفس الشخص إذا فضل عايش لحد سن ال70. واضح يا إسراء؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام يا دكتور، تمام. حد عنده سؤال يا شباب؟ دكتور انا مين يا دي؟ دكتور دينا. دينا عاملة إزعاج ولا مها؟ قولي يا مها، قولي يا مها، معي يا دكتور، مع حضرتك. قولي يا فندم اتفضلي. مع حضرتك يا دكتور، هو حضرتك مش لازم يعني ممكن تدينا في الجامعة وتدينا محاضرات اونلاين، مش معلوماتنا كده تشتت؟ والله ده تقسيم الجدول مش بايديا انا، بس بساعدكم في الجزء الاونلاين عشان دكتور ساهر هيبقى صعب عليها الجزء الاونلاين، عشان هي بس عندها ما يمنعها او ما يعني يجعل عندها صعوبه في الاونلاين، فانا داخل مكانها. شكرا وانا لحضرتك يا وانا ان دكتور. شاء الله هحاول في الاونلاين هشرح المنهج كله، يعني بحيث يبقى انتوا حضرتوا في بعض الحاجات مكتوبه عند دكتور ساهر، انا برضه هعيدها تاني معاكم في الاونلاين ان شاء الله. ماشي يا فندم. طيب دكتور أشياء. مين بيتكلم؟ دي آية سيف، ودي آية. دكتور، هو عادي ممكن يعني أنا في جروب ألف، فعادي ممكن أحضر في دي ولا في مشكلة أونلاين؟ قصدك اونلاين ولا في الجامعة؟ لا أونلاين. افعلي ما شئتي، افعلي ما شئتي، بس بتحافظي معانا في بي اهو. انا شباب مش هقول لحد انت الف ولا ب، يعني ممكن حد منكم عايز يحضر المحاضرة بتاع الصبح بتاع الساعة 9 مجموعة ألف، لو هو طبعا أنا عارف إن عندكم أعتقد مجموعة بي عندكم دكتور عبد الرحمن الساعة 9 صباحا. لو مش هيديكم مثلا في يوم معين وعايز حد عايز يحضر معايا في ألف، بس طبعا حد يديله بقى اللينك بتاع المحاضرة مفيش مشكلة، يعني مش هسأل مين اللي معايا، أنا بدخل على الجروب بتاع مجموعة بي، سواء بقى معايا مجموعة بي أو مجموعة ألف أو حد تالت، حد اخر مش من الجامعه حتى خالص، انا اعرف منين، فمش هتفرق معايا حاجه. تمام، ماشي يا دكتور، ماشي يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. طيب هستاذن يا شباب، مين يا فندم؟ دينا طه ولا مين؟
قولي يا دينا، ايوه قولي حضرتك. يا بابا. بص يا دكتور، انا كنت كاتبه المستفيد الشخص الذي يحصل على مبلغ التأمين اذا وقع الحادث، صح. تمام؟ والمؤمن عليه كنت كاتباه قد يكون لا يوجد مؤمن عليه. دي بقى الحته دي مش فاهماها، ولا انا كتبتها غلط؟ صح يا فندم، لما حد بيروح يأمن على ضد خطر السرقة للعربية بتاعته، السيارة بتاعته، هنا في شخص مؤمن عليه، في شخص تمام. مؤمن عليه هنا. وقسط التأمين هيدفعه الشخص الذي طلب الخدمة للتأمين، صح كده؟ اللي التأمينية. المؤمن له، المؤمن له او المستأمن، هو ده اللي بيدفع قسط التأمين مقابل حصول المستفيد ايا ما يكون بيأمن هو على المبلغ التأمين او التعويض يعني. المؤمن هو الجهة مقدمة خدمة التأمين. ايوه يا فندم حاضر، والله قلتها في الاول، والله يا دينا قلتها الصبح، تعيد نفس تمام الكلام تاني ليه؟ ماشي ماشي يا ماشي. فندم. طب اسيبكم يا شباب بقى عشان اقاموا الصلاه، وان شاء الله الاسبوع الجاي ما تاخرش عليكم، يكون معانا الساعه 2 بالظبط باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.